تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب دانا أبو شمسية. مساء الخير دانا. دانا، يبدو أن نتحدث عن مئات الآلاف التي تحتشد والتمركز اليوم في تل أبيب في هذه التظاهرات، آخر ما لديك من تفاصيل؟ بالفعل أمل، كان هنالك تعويل كبير من قبل منتدى عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على هذا اليوم، يوم السبت، والتي عادة يكون أكثر التظاهرات زخما وعددا، ولكننا اليوم نتحدث عن هذا السبت الذي يأتي بعد أسبوع طويل ازدادت فيه رقعة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي. الآن من خلف منصة العوائل كانت قد ذكرت بتقديراتها أن أكثر من 200,000 محتج ومتظاهر، وتحديدا تحدثوا عن 270,000 متظاهر ومحتج يتظاهرون في هذا الموقع تحديدا، أي قبالة مركز الأمن الدفاع والأركان الإسرائيلية فيما يعرف باسم الكرياء. هذه الصور التي توضح هذه الأعداد الكبيرة للمتظاهرين المحتجين، وكانوا قد بدأوا في التجمع في تمام الساعة 7. كان هنالك دعوات كبيرة من قبل عوائل المحتجزين، وكان قبل هذا الاحتجاج وهذا التظاهر بهذا العدد هنالك كلمة، أو هي كلمة أسبوعية يوم السبت للمنتدى، كانوا قد ذكروا فيها واتهموا نتنياهو شخصيا بعرقلة إتمام الصفقة، كذلك اتهموه بأن أياديه ملطخة في الدماء، وتحديدا في موضوع أو فيما يخص مقتل المحتجزين الستة الذين تم العثور عليهم في نفق في رفح، كذلك الحال بأنه كانوا يتحدثون عن ضرورة إتمام صفقة تبادل فورية. الشعارات التي أسمعها أمل الآن تتحدث الكل مقابل الكل، أي الإفراج عن جميع المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، ليس فقط الأحياء أو ممن تتضمنهم الهدنة الإنسانية والتي تتحدث عن النساء، بل أصبحوا يطالبون بأن يكون الكل مقابل الكل، أي مقابل كل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين. حتى اللحظة ألاحظ تجمهر أعداد أخرى من شوارع مختلفة. هذا الشارع الذي يتضح في الصورة هو ما يطلق عليه شارع بيجن، هذا شارع رئيسي تم إغلاقه من قبل المحتجزين وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك الحال تعزيز لشرطة الاحتلال، وأيضا التخوف من أن يكون هنالك إغلاق لشارع أيلون، هذا الشارع الرئيسي والمفصلي الذي يربط شمال تل أبيب بجنوبها، والتي عادة يشهد مواجهات واشتباكات بين شرطة الاحتلال وبين المحتجين، وخاصة بما تبرره أو ما تزعم شرطة الاحتلال بأن هذه التظاهرات غير قانونية، وبأن المحتجين يقومون بأعمال إعاقة الطريق وكذلك إغلاق الطريق. نتحدث عن هذه التظاهرات وهنالك ربط وسياق زمني لهذه التظاهرات. نحن نتحدث أن التقديرات الإسرائيلية كانت تقول بأن سيكون هنالك مقترح شامل ستقدمه الإدارة الأمريكية ليلة الجمعة أو ليلة السبت، وعلى نتنياهو إما القبول الكلي وإما الرفض الكلي، وكانت العوائل تعول وتقول أن هذه هي الفرصة الأخيرة للإسرائيليين ولبنيامين نتنياهو، ولكن التقديرات الإسرائيلية تقول إذا ما تم في المرحلة الحالية عرض هذا المقترح فإن الجانب الإسرائيلي غير مهتم في إتمام هذه الصفقة، لذلك هنالك بعض التأخيرات لإضافة بعض التعديلات. حتى أن عوائل المحتجزين في بيانهم الأسبوعي كانوا قد قالوا أن محور فيلادلفيا والتزمت في هذا الموضوع ما هو إلا خدعة إسرائيلية، وهي ليست ذات أهداف استراتيجية ولكنها أهداف وخطط تكتيكية عملية لبنيامين نتنياهو. نعم أسمع. نعم دانا، العديد من النقاط مررت عليها، أريد بداية موضوع الشعار الذي يجب الوقوف عنده عندما يخرج من الشارع الإسرائيلي شعار وأصوات تنادي الكل مقابل الكل، هذا تحول خطير بالنسبة للشارع الإسرائيلي، يعني كان هذا مطلب الفصائل الفلسطينية المقاومة. اليوم نتحدث أن الإسرائيليين وأهالي المحتجزين هم من يطالبون بالكل مقابل الكل.
بالفعل أمل، حتى أن الشعارات التي تردد في اللغة العبرية هنا تقول بأن الكل مقابل الكل، أو أن يجب أن يكون هنالك صفقة فورية، ويقولون بأنه لا يوجد أي عراقيل، أو أن الأوقات أو الظروف الأمنية والسياسية مواتية لإتمام هذه الصفقة. كنا نتحدث أو المطالب الأساسية كانت تتحدث عن التمرير أو تمرير الصفقة في مراحلها، المرحلة الأولى التي عرفت باسم المرحلة أو الهدنة الإنسانية، والتي تتضمن الإفراج عن 33 من المحتجزين وتخص النساء أو الجرحى أو كبار السن. أصبح لسان حال المتظاهرين يطالبون بالكل مقابل الكل، يطالبون بالإفراج عن كل المحتجزين، لا نتحدث فقط عن أحياء بل أموات، حتى وإن كان الثمن حسب تعبيرهم هو الإفراج عن جميع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال. حتى أن المطالب أمل، وهنالك تطور لافت بضرورة أن يكون هنالك إقالة لهذه الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية هي من تعرقل إتمام هذه الصفقة، وخاصة من الدلالات التي يحملها المتظاهرون. كنا قد شاهدنا وجود صناديق اقتراع كانت قد وضعت أمام الكرياه في تظاهرات سابقة، وهذا يدلل أن الشارع الإسرائيلي يريد أن يكون هنالك انتخابات عامة في إسرائيل، تبكير للانتخابات العامة في إسرائيل، يريدون سحب الثقة من بنيامين نتنياهو، وإلا لما كان هنالك تظاهرات أمام ما يسمى حزب الليكود في تل أبيب للضغط على أعضاء هذا الحزب الذي يترأس بنيامين نتنياهو لسحب الثقة منه. كذلك الحال نتحدث عن التحذيرات والرسائل التحذيرية التي كان قد أرسلها رئيس الهستدروت اتحاد نقابة العمال الإسرائيليين إلى الحكومة الإسرائيلية عامة وإلى بنيامين نتنياهو شخصيا، القول بأن هنالك ضغوط تفرض وتمارس على الهستدروت لإعلان الإضراب الشامل. الهستدروت دولة داخل دولة، لها ثقل سياسي وثقل اقتصادي وثقل حكومي، لذلك التعويل من قبل عوائل المحتجزين بأن يكون هنالك إعلان من قبل الهستدروت بأن يكون هنالك إضراب شامل يشل مناحي الحياة الإسرائيلية. ولربما هذه الرسالة التحذيرية التي خرجت على لسان رئيس الهستدروت اليوم لنتنياهو لضرورة المضي قدما في هذه الصفقة، وإلا قد يلجأ الهستدروت إلى إعلان الإضراب الشامل في إسرائيل. يعني أستعجلك قليلا دانا، لأنه لدي العديد من الأسئلة، ربما على أبرزها أنه أيام سوداء، والبعض وصفه بأنه أسبوع أسود ما مر على نتنياهو من خلال هذه الاحتجاجات التي يعني وتيرتها تتصاعد يوما بعد يوم. وفيما نشاهده خلفك أشرت إلى أبرز شارع تم إغلاقه الذي يربط شمال تل أبيب بجنوبها، أشرت إلى تحرك لأهم قطاع يمكن أن يشل حركة إسرائيل وهو موضوع الهستدروت، أشرت إلى صناديق اقتراع يحملها البعض من المتظاهرين في دلالة إلى إسقاط هذه الحكومة وانتخابات مبكرة، أشرت إلى شعارات هامة تطرح للمرة الأولى. طيب إضافة لكل هذا، ما الذي يحيط بأيام سوداء بالنسبة لنتنياهو مع هذه التظاهرات؟ ما الذي أيضا يمكن أن يضاف في هذه التظاهرات ويخيف نتنياهو؟ وهل من شيء قد أطل من حكومة نتنياهو أو من نتنياهو حتى هذه اللحظة؟ نتحدث أمل أن هنالك ضغوط تزداد يوم بعد يوم، وبأن نتنياهو بين سندان، إما الرضوخ لمطالب الشارع الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية والإدارة الأمريكية والوساطة المصرية والقطرية، وإما الرضوخ لليمين المتطرف الذي يرفض إتمام هذه الصفقة ويصر على استمرار العدوان على قطاع غزة، بل يهدد نتنياهو بسحب وحل الحكومة الإسرائيلية. لذلك نتنياهو يعني لا يجرؤ على اتخاذ خطوة مفصلية، وهذا هو الأيام الأصعب التي تمر على الشارع الإسرائيلي. اللافت هذه المرة ما جعل هذا الأسبوع أسودا هو الحديث أن التظاهرات كانت لربما تقتصر على يوم السبت بهذا العدد، بهذا الزخم، بهذه الهتافات، بهذه الشعارات، ولكننا نتحدث أمال عن تظاهرات بدأت منذ السبت انتهت حتى الخميس. الجمعة كانت في أيام متفرقة بسبب الديانة اليهودية ودخول السبت وعدم السماح لليهود بالخروج إلى الشوارع واستخدام المركبات والأجهزة الإلكترونية وما إلى ذلك. ما أن خرج السبت وفق الديانة اليهودية امتلأت هذه الشوارع مجددا. الآن يعني أنظر إلى هذه الشوارع وعلى امتداد نظري وبصري من بداية شارع بيجن
وحتى نهاية وصولا إلى الشارع الذي ذكرته وهو شارع أيلون، نرى أعداد كبيرة وما زالت الأعداد قادمة وتصل إلى هذا الشارع. كما ذكرت، التخوف الآن من أن تبدأ مرحلة الاشتباكات والاحتجاجات ما بين الشرطة وبين المحتجين، وخاصة إذا ما ذهبوا إلى شارع أيلون لإطلاق القنابل الدخانية، ولربما الأمر بدأ مبكرا، قبل قليل كان هنالك إطلاق لهذه القنابل الدخانية، لذلك التخوف من أن تذهب هذه العائلات بهذه الأعداد الكبيرة التي قدرت وفق منتدى عوائل المحتجزين ب 270 محتج حتى اللحظة. والحديث أن هذه التظاهرة لن تكون الأخيرة بداية هذا الأسبوع، بل أن الدعوات ما زالت مستمرة بأن يكون هذا الأسبوع استكمالا للتظاهرات التي بدأتها العوائل منذ الأسبوع الماضي. أشكرك على كل هذه التفاصيل دانا أبو شمسية، كنت معنا مباشرة من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية.